بسم الله الرحمن الرحيم. سيد مسلم مقدمك سجرا درسي كدا لما فاتر جرا حديثة أفرتمي تربة فاتر جرا أفرتمي تربة فكيرتك سجد. حدثني حجاج بن الشاعر كيس لما أفرتمي سديت فاد إيرون جلالو كورد لفا ميكفا كتاي ميكفا كيسا رحمة الله عليه. وحدثني حجاج بن الشاعر الشاعري حدثني أحمد بن أحمد يعني ابن يونس حدثنا زائدة عن العمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن حارث كوانجر القرآن أن يكون من بردين نفجة في 3 سنين أمسة كيستي والوحي وتعلمت الوحي والكتابة في 2 سنين أمسة كيستي أمه حديث بردين. وهذا يدل على أن القرآن أشد من الكتابة. القرآن تو حديث كتابة حديث رجع عليه شوفنا القرآن مقبرة رجع يعني وانجده تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين. أما قافكنا القرآن تو الرجروه لتها شوفنا القرآن تو الرجبة شوفنا أو قال يوكو الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. شكي راويت شك من إبراهيم النكعي. إبراهيم النكعي كانت شكي قال إبراهيم أو قال الحارث تعلمت حارث تعلمت الوحي في 3 سنين والقرآن مو في 2 سنين جاء شكي لا يجو. طيب شكي رتفيد جاءت دبر كيستي قرأت القرآن في 2 سنين فقال الحارث القرآن حي الوحي أشد. جاءت دبر سنة فإن رجبات شكل عملتي أسدت وليفهم فإن رجبات حديثة يجو قرآن الرحم رغا كن صحيح وانجرو وانكارو ننتاني نمن القران حفظ حفظه القران حسابا كما الهدو لكن حفظه الحديث سبحان الله حديث موحد قرصتك تندبر سن وفزوا يرون مقافته. وحدثني حجاج قال حدثني احمد وهو ابن يونس حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن ابراهيم ان الحارث اتهم حارث كن نبر أتميج ما لي دمبر أتميجنان بالكذب والوضع في حديثه كجيبو لان جتبا كجيبا بر أتمي مالك بني ركن إساوان كجيبو في جنان لغلوه في التشيع شي عمى من كيسا كتي فقات وانت إجروب جتا كنافية. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حمزة الزيات الزيات نسبة إلى بيع الزيت زيت غرغرتي إركون كون كارغا مسن غمس تزرك سنجا جودا لأنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان زيت في دي غرغرة إنكم من أحد القراء السبعة والقراءات والرسين درا علم إنساني دلقات الرئيسان بوغيتو تاني تنتقوا مو والقبض علمي في وجي ولو لايجو ما لي جنان متاور رسين دراتي في كينس ادا ادا بيفني علمي رب رب دانيس تيكو خروري غرغر غرغر ايجو عمر غني رتي كتابه تا ديما نما توكو رئيس نما براو غور غتنيس كان براس دكاني حديث سلام كاني حديث سدي كاني سفور كسبا را كتابه تاني كان دي دما كايو خديب كسيكا كتابه تا ديماني بكتا كتا اني كتاب نوريتي قومي كانت اني برجون دندام. طيب خلاف ودلقته نسسان إلى فيتشو ليس شنم تقرى كتبتي كيف الرديم وجيزا وجيزي دي فيتشو. طيب هنقسنا مو هفزي لرب الله في سيفي قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا حارث الروهي تكني لك مرة كنججو فقال له إسانجي اقعد بالباب كل ما تنرى ناتائجي
في الباب هذا الباب حتى أدخل البيت أو أخرج إليك جين جتشو ساتي ما أقول سينيت كتبها أسمان نيجي جتشو أسمان نيجي شيء أني ثم لي شيء من الكلام مما يدل على تشجعه وكذبه شيء عما يسات الرت وان كجيلج وان بدورة لقيتي ما أسمان نيجي جين دي رجاء ما تدوبا دي رجاء مرة الحمداني كلا تجابه مين إيج هاريس هاريس أسمان نيجي ميجين والسنتين قديمة أقعد بالباب أقعد بالباب قال فدخل مرة الأنسين قال حمزة قال قال حمزة نجري فدخل مرة من الأنسين وأخذ سيفي سانقولتي مالف ليقتل الحارس حارسي كان أجيز ولا لأنه سمع منه ما يجب قتله إيه قال أفتمت وأنا من أجيزني وان إسر رادا جهزاني تو وان إسر كفر سيسو كأججة إردت قرتي سبح جيسو يجورا وان أكسي رادا جهزو سيفي فلتيتما قال وانا جايبا يرو تكتوكا نيبه كتا كامن نماغن شرري إساتي ديمتو نيبه كتا نمتجي حارسين كون شرري بيه كتيتما قال نجري دوبا حمزان وأحس الحارس نيبه كحارسين كون أبني إسا نبيكيتو بالشري وان هم تولك أبني إسا بيك شري لأجهي حالي تيكو إسا صدها جيزي أكان متي وششكي فذهب خائبة جلا أكاسي ساتر مثل مرمي راجته طيب كيت مجلا بديجو أجيتين أجني وحدثني عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا أحمد بن زيد عن ابن عون قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة تمنى سعيد لبوت سفقيس مغيرة المسعيد ترى وأبا عبد الرحمن عبد الرحيم أبا عبد الرحيم الرئيس فإنما كذبان ما رب جنان سالمين كجبورا في الحديث يجب حديث كيست كجباني حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمية ونحن غلمة أبا عبد الرحمن كانت لدينا حال نتي وجولتان وجولتان غلمة أي فوجتون دردرمتي ياتو هتاني يجورا حال كوننا غلمانا أي فاعا طيب دردرمة الياتو هالتانين يوكا دردر هالتانين معنى لا مغمل إذا شب وبلغ يوكاو إذا كاد أن يبلغ دردرمة يرون نسين يوكاو دردرمة يرون نبيات جروسا جتشكون جرمة غلام يافع جاني يفعن اللي جاني يفعت اللي جاني ونندي مكان ما درد أما دردر يوكاو كدردرمة لياتيت هايا فكان يقول لنا كانون جلوتي عبد الرحمن أسول منكم لا تجالسوا القصاصة وغير أبي الأحوسجة فكان يقول لنا نسيها يا ديجو هنتائنا القصاصة القصاصة ورطوها أديس ورطوها أديس ويجون لأنه لا تخلو أخبارهم عن الأكاذيب والباطيل الأرر من كل كليت ودون ساني غير أبي الأحوس أي وروا نمتهم كودو أدى نمت أديس كاسني نما قرص وركزيسن إن تجفتنا دا وجن إن تينا دا أبا الأحوس يوتات ملئ كجيب خيس لكني يجو وإياكم وشقيقة شقيقة نرى لبوت يسفى قيسا دا يا أجول لطا سوجين انتعين أران أجيفتنا فإنه كذاب لا يؤمن لا يؤمن في حديثه حديثة سكيزة نمنا مو كجيب هذا قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج أكنج
شقيق كن نتا هتجي سو اسات رنا مرو كن كابو عبد الرحمن تيسو سات رنا مرو كن يا راي تشون خياجوت راي الى الجا على خوارجي ومتى تكفير اور نما كفر سيسو خوارجا مارقه آية أمنسون أمتى خرجوا على المسلمين ورا مسلم توت هاترت كبهني على حين فرقة قافة لولا سفينة قاف سنقر تيغة دي بهني إيغا مسلم توتا قد أنقلاسو ورئيساني سامود برتيساني بوجو كان على القرطة بيجو متنجي تانا كيزتي فتنة قد أرقم سيست فتنة قد نجيني أرقم سيست قسمة تيسيك أرادو مجلس مكينيا هكينيا شمو زبور بلتاني توما وصوما قرآن رأيي كان فرأت تكون من في الدربة وصوما إبارار نغتو جرو شايني أكان جئين جئنان نريسي شيكو جين كفرانا جان آني غا خوارج وطنا أمبيوخون لغي نجل لغابسني مجلس أمرك شيكو لين كفر جنا أجاها إبن للات جئت إذا جري درو خوارجاتا جرو تيكو بودا akan wallahi la shay ni rabbe ga wa tu singe sa jere rabbe yero boda yero ti ko boda dubin sa ni tu fajate majlis he tu la kan jirani namaratin salamtan fon namni kale hinyatan salatan maduban salatan salamta namarat salamat khanam be kamanje tu khanam be kham بودر نمني نمو جنين سالان ني خواري جارة جيچودان درسا غرط درسانا كسيتي وان كانو البيسساني مجلسا كسيتي ايغو ايغالا ترا دورا غرطة ايسان انشان مخانا رانجين يرو نمني غرطة سالة تجو ايسان بيكو مغرطة بارزا في ما في ما لي ما في خانا خيزة تفريغا اكوانو انشان رانجين ايجو بودا گزے صلاتنی کے فتن صلاتن جچ مالی بل جنان کافر جن صلاتن جانیت بودر تبی کمینم نی صلاتا بودا انسی بودر صلاتو خوارج ادے چورن تبی کمین جنان ملا بافتن ملکم بافتن اسما انسان کنو جنجرو فکو حضور درو فنے اس دوبانی دنے کینیا کنتی دنے او یمو انسان مخس جران نے کستی حاصلان نو جان او یمو اور مسلات جن ابتو جران یور مسان گجران گجران یور مسان سلامتا سلامتا garu hawfi chehe sagayatan sanittini yaadan hidatan jechu kazdalaga turte harkana ma hinyatan jechu dana mas dubin fajay jannan fonnamni kale maloli walinja maloli basan najis udan najisami e garaji dami e najisni garatto manka hu nyaadda walinja karayo senu ma najisni hono udan gurma taala alqiyas bada akase walnya jisni jechu da سلام تلو من المرتين كرا وجه شارا نمس بين فجات سانس ملا بابتني وان جرا وان جرت يهودا رسولا جت خانا جن مال جن سلام عليكم السلام جاني سين تنو في الراد إذن سلام عليكم هاجن دوتي سن رت هجراتو أبهر رجع سلام تا سيد من أم ديب سجوا سلام عليكم كان يشارا ترى حالك أنا دلقات رنجة جورا كوني ست بيه خمي جنان بقى شو يقال سلام تالي أفان جل يقو يقال بقى شو يقال سينجر سمالي غنت جياني حرت شيك تنا في حرجيزا خنا في شيك الدبرة نفرة دبرتي تنولي كبتنيت رقود دا دبرتي تنا قرتي ولي كبتن عند كيزا وريلين شبابا مورو كون كوارجان تنفرد دو شبابا walaa kisa magane tinjara walaa kisa dubartii tan harki watanii yaasanii asiin gad dabarsanii harta sheek tanatti ganda tokko kaan arge dubartiin hobeen isii mana kana dura guutu maaluma ganda kana maaltu jira isin ajaa'ibe edaanuu namtichi imaama godhatanii nama salaachisu hawaarii manni edaa ka isaati mana isaatitti edaa walii qaban dubartii oromiyaa kana keessa walii yaasan تجيت وصلنا سومالي تبتوبيا تشولي قبني ثاني تشولي قبطا جا فكاني وسمو جهازو ينون من كونو شي زبور اندوب بد سمازو ينو شي زبور جي خفرانا ننجو او اذا تله ورسني جين
amma dhageed musuuduma gorsee waxiddu taasabe duuba akkuma nama fudhatutti mataalash godhe inni imaama gandaati mire ganda dubbii haysa kaatetu mana kaase tokkotu kunu akkanatti akkanana godhu jiraajeeni gandi eeysaa dhufee kun sheeka keenyan warka rabbashaka jedan gandi diina jee jalaan rabshaan hinjirtuuti qallichi waan akkana akkana yaada akkana jedha akkana jedha akkana mana akkana hojii isaarraallee kan arge boodara dhufa garte yeroo namni salaachisu ni boodara salaate akka tasaa yoo ofii dhufee salaachise malee namni salaatuu agarraan inni booduma fee salaate kan hunda irraa hubaddee jecha isaatiif maal hojii isaa kanarraa uummata tiime egaa amma uummanni dhama'anii agoogaa kamtu irra ilmii beekaan beeynu jaanga uummanni waan simo isaa turre ilmii beekaan beeynu mee atillee katabii yaada kee kana inni illee naa katabuuti shaamini biratti ergaan jaa dirdawatti haa erginu jaa manguddoon kana murteessite amma an hayyee jedheeti hatabee inni akkana jedha an akkana jaa wayyaquli kadaa wana ol kadaa jedhee fana rabaatiin katabee itti erge innammoo erguu didi waraqaan gisee gaddeebitu waan jette dandeessan ofirraa ari'a dadhabdan ammoo dadhabdan ofirraa jalaan dhagayinaa jechuun an gaddeebite amma gaatanaaf tana keeysa yoomun kayoomi firaa'oonaan gad dhufe teeysoo ajaa'ibaa konferensii gaa waliin nu yaasan jechuun waqad ablahal yooman ista'alaa dubbiin taate kabiirran guuratee waan jettan gartee sun hundinuu hodda daliila walii fidadhaan jedhanii kabiirran isaa hawaadijaa isaa gayyaafateet an ammoo kophaa kiyya jira akkasii waliin nu fidanii gama gamaa nu teessanii kitaaba gurguddaa tokkoon illee nama deemanii waan isaan godhan hin beeku isaanii manisu waan dhageenye ittiin as bokka'u himala akka uummata kaan manni kun jedhu sani as bokka'u san ittiin sodaachisu san na fakkaatti fudhatanii gayyaa'an yeroo fudhatanii gayyaa'an ani egaa ko'uman jira namas biraa hin qabu akka hundattuu egaa amma mee walii fidadhaa waan fidatan san jaa amma kabiirran isaa ta'inni deddeemmatuun ati obboleessa kee kana ni shakkite inna ba'da dhanni ismun hin jenne maalirraa shakkite naan jaa inna ba'da dhanni ismun jedhe ba'diin hoo hin jedhe nama jechuun inni jedhe san ba'diin hoo ba'da dhanni ismun eega taate ba'diin hoo ba'diin ismii hin ta'in sun tam ta ismii taate tam qooda qabdii qoonni kun akkamitti qoodame bidu dubbii adda baas hin jeen ba'diin ismii taate tam ta ismii ta'in tam ta dilii taate tam ta dilii ta'in tam ba'da dhanni ismu adda qoodame zanniin kun asitti ismii fi ka ismii hin qabne qoodame dubbii gaa fiti jennaan achuma callise fiti gaa anis gaa ijoollummaan na jira caalina gurbaa namtichi abboo fiti caal gara mi'aa fi dura eessatti haa qooduru tamtu dilii miti jaa dhagee anaa siimaan jee ba'diin ismiidha ta qawlii fi fi'liidha mu'akkada taateen jeen ana waan kanatu yeroo sana daliilan arga kaayee illee miro qawlii fi'liidhaan ta mu'akkada taateen jedheen qawlii isaati irraa dhagee fi'lii isaati irraa dhagee arge ta qawlii fi'lii mu'akkada taate jabeeffamte sani ta ismiidhaan jeen yaani ta ismiin ta'in jeen nabaxazanni ismuun ba'diin ismiin ta'in suni sani ta diliin ta'in sun ta qawlii fi fi'liidhaan mu'akkada taate sani qawlii isaarraa arge fi'lii isaarraa arge saniifu ba'diin ismiin ta'in sun isii saniin jeen tiyya san sani ta ismiin ta'in saniin jeen tiyya amma gaa akkana wallaale uummanni boo dhagaa waliin jaan tokko harka baase boo kanaaf batii qaba jee harka itti qajeelje nu yaasama dubbii beena nu yaasaa jeen dubbii maan hojii madhumatti namtichi achii ari'anii imaamummaa anaa qabate amma tokko ittiin deemeeni firraa biraa deeme tayyib akhiru ishee namni suni maraate na'uudzubillaahi min aljunuun warroonni gartee
شيخ الزبور قام سنة هي سنة جرا جرب الحوار يعني زيست دولار أوليت أوفته شيخة كان جريتت وابلستت شيخة دبي دبستي شيخة داني أجي تشون دتور تيسني رب ركاباس جي تربو مكان يدامي رب ركاباس وروني قام سنة شيخة دسم سبحان الله شيني مقافل يورو في فنزن دبي سن نايمان وجان سن بركة كتت إيه akka qalbii ta'inaan jira. Ijoollee gaabsaniiti bara. Waan nama ajaa'ibsiisu qudraa rabbii kana. Waan nama ajaa'ibsiisu. Haqiiqatan foon ulumaa'ii summi jedhee namni katabe sun dhugumatti summi. Dhugumatti summun qaatilun dhuxumul ulumaa'ii summumuu ka jedhan sun zaahiraan agarre. Zaahiraan agarre. Rabbiin tokkollee gartee hattuu ta'e. Bal inumaa bara tafsiiraa si fira tafsiiraati. Hattuu gartee karaa onnoo kana nama saamtu karaa namnichi yaa'u kana karaa yommuu kanatti tokko san ta'e hundi sii tatte balaan shaatee akka tokko tattaate. Subhaanallah. Wakana shaqiqun haadha yaraa ra'yi al-khawariji walaysa bi abi waa'ilin. Walaysa bi abi waa'ilin. Walaysa shaqiqun haadha shaqiqin kun hin taane bi abi waa'ilin. Abu waa'il sanii miti yije. Laysa haadha alladhi nuhiya an mujaalasatihi. شقيق قمنا سلامة أبي وائل شقيق المسلمة أبو وائل جنا سنيمتي الأسد المشهور المعدود في كبار التابعين ومن العلماء العاملين إسامتي يجو كبيراتي حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر من يزيد الجعفية جابر كان نكون نمي فلم أكتب عنه سره كتب نجي ما لبجنان كان يؤمن بالرجعة حديث الران كتب أن مالف جنان رجعت أمانة مرجع بالرجوع لا مرجع متي بالرجعة ديبي إنست أمانة ديبون كون قرم جنان بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت إيقاتو أني قارا الدنيا لا ديبون نجرتي ورجريا كزياد ججا أكل يا دد يا دني طيب هو ما تقول الرافضة يا دكنا رافضات جدا وتعتقد بزعمها الباطل أن علي رضي الله تعالى عنه في السحاب جاء ورجعت أمنه وما تفرق رافضة مرجع رافضات نجوا رافضة شيعة الركتات علي كنت مسكيس جرا فسوف يرجع إلى الأرض أما دون كسانت والكوريد دوم سكيسة جغن نميك ولينا مو قمى دجيل آدي بإيه يقاتل من قتل أولاده قافة قرتي دنيا تقدبو ورع جول ليس أجيسا هايا كنافو وانا كسي إيقان وران شيطان قرتي كنمك جيبت أبو فيوان انجر أكسي تاني قنججو حدثنا الحسن الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث جابر الما يزيد نو أديس جل وصوهن أرقم سيسن وان أرقم سيسن معنى كنا ياد بدا أما في ديخنا قاب سن هنكبو يعني سمال جنان رجع سن إيقاتو أني ديفمو كان جيجو طيب يوكا غرتي ايغا بي كاتاكاتي دو يفماني علي يدو مسكيت تو دو يفماني تشي لاغا ديبو كانت اوسو اني هنا ماني جاتو وحدثني سلامه بن شبيب حدثنا العبيدي وحدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر علمنا ما حديث كبات انت عن جابر الرح يحملون الحديث حديث كبات أن تنجد شورا ويروونه كأودي سنتان عن جابر بن يزيد الجوع في سنرة قبل أن يظهر ملس والأندرة ما أظهر وملس من اعتقاد بالرجعة دوانيني ديبانيسا وصوني يتنجد شورا فلما أظهر وملس جابر كن ما أظهر وملس جد شورا يتبدأ سنرة اتهمه الناس نمن جابر كان نبير أتجد شورا ناس كوني من المحدثين ولما يريد حديث ورسول الله
وارتابوا شكني في هذه الزيزة أكيسة شكنيتي وتركوا سلك سنجتو وتركه بعض الناس قالين ما سلك سي في هذه الزيزة سنجتو. فقيل له سفيان المعينات النجابي وما أظهر مال ملس جابرين كن. قال سفيان الإيمان بالرجعة برجوع علي إلى الأرض علي سمي الرقم ده جتك الديبوت أمانا هاجي تنيا النساء. حدثنا حسن الحواني حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح من مليح يقول سمعت جابر يقول عندي 70,000 حديث حديثكم تربات ما تنبي لجرا هاجي جابر تجا أين يركو ديس عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو جعفر رايتورا نبي يركو ديس بنسون كلها جفتسيتو كلها مبتدا لا مبتدا مؤخر مبتدا بدا فمات ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر مقدمه كلها عن النبي يجو ابتسيته عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي جرا ودي فهمت كتاه يجو هيا هذا يقول لعدم تورعه وتوقعه في الكذب كيجيب كيسته هم جاوي سات الركاكة أكن ما تجلي سو في الرأي تأفو فيجو هذه سانكان كابجيه جيز المقول جلي سيتهم من جبات. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابر يقول شك راويتي إن عندي لخمسين نبرتي لخمسين ألف حديث أجزكم مشان تبي جرجي ما حدثت منها بشيء سرتك كلن وذي سنجي. قال زهير نجي ثم حدث يوما إجانا بويا تكون وذي سبي حديث أجزة تقولي جورا فقال نجي هذا من الخمسين ألفا كن أجزكم مشان تمن سنيرة تكون نجي هيا التي كانت محفوظة عندي جورا فكذب بمقالتي هذه وما عنده شيء من الاحاديث الصحيحه فضلا عن الخمسين الفا رزقكم شان تو برقباتو ايزي حديث توكو توكو كصحيحه بانجلجو خرافات ولتي قباتيتي اكن مفتو لجو ادان تنما جرتو الرسول في كان كيزت فتولو وان قبلني قبلجو وديزو يجو دايل منا ما سبودا توكو غاو توكو بيجو خانا دفي نوتي بحر علمي تنوغا بردائي جناني لغاربا تكوا جولي برسيسو جرا خرالا ما خانتي نوغا بحر علمي تن والله كتابا خانتي كنت ناوي تن هانو برسيسو جرا النرر لغا بيك شيخا اكنتي كنو جولي تكوا لغاربا تكال هال جزا سنتين كننا نما قد اتوار جيجي زنگان سنتين كناجين لكي جنات أرتدت أبو خنوبر شيء ونكنا نانجيتي فرنا نديد إنجين غربا تكون إيه ما جت شيء كنانج بارايلميتي وما بيرنجرين هريزية وما بيرنجرين إيه ما بارايلميتي جلو شيء خواتك بيرنجرين هريزية وما بيرنجرين وجه طيب بودر ركولا لو دبير ركولا بودر ركزيلا لو دبير ركولا طيب أكسي وري قرتي غافة دراء مالي توقو توقو المجر 50,000 حديث النبي راجل راجل قال لزني توقو هيا وحدثني إبراهيم بن خالد يشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلم من أبي مطيع يقول سمعت جابرا الجعفية يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسوكم شان تمنى نبي راجل نبي ربي سير راجل ايتي كجباني دب تاجتو. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل جابرين قافت فلن أبرح الأرض دكيتنا الرهندم حتى يأذن لأبي هم البنك يمنا قلتي أو يحكم الله لي يقوه هم ربي مرتين قلتي وهو خير الحاكمين. قال جابر لم يجي تأويل هذه جي. هي كان آياتك أنا أمن أفنيجي هجي أمن أفنيجي
لم يجب تأويل هذه. طيب، فإنها ستفسر تفسيرا خارجيا ظاهرا لكل أحد. ولي فسر ما أما نجير تفسير سيراج طولبه قال سفيان وكذب نما كيجي بيجي وني تفسير سنجر ريف نجر قال جنان أن الآية نزلت في حكاية ما وقع لإخوة يوسف وبلي يوسف يتي في أدوء القمت آيان نسان الرها سويتي وانتر دبريقوني وانفودرت إغانتو كوميتي هايا. فقلنا لسفيان سفيان نجنة وما أراد بهذا إن سلا كانت مال في الجنة نجنة تعويل لي سيه كان أتكنا أما إن أفن جدشو كانت مال في الجنة. قال سفيان كن جدشو لأن الرافضة تقول فرق الرافضة رأى رفض الرافضة بهو ترك لكسودا سان كانت زيدي المعلي لكساني براديماني لأنهم رفضوا زيد من علي فتركوه زيد المعلي ياد إسان ياد كيست أبا بكر في أمر إسان وجين كفرسيس الأمنان رفضناك نرفضك يعني براديماني فسموا رافضة في الكاشيع الراتات سنتون رافضة يرمني مكه من جاتشورا هايا إن الرافضة تقول إن عليا في الصحابي جتي أريد مسكيس جرا فلا نخرج مع من خرج من ولده نتبان نما به وجين المؤسات الراح مع من خرج نما بيوج همبان من ولده الموسات الراكتين نمن بيسون مع من خرج على معاوية يجو بن أبي سفيان وقاتله مع وقاتله من الشيعة نما على من خرج على معاوية نما معاوية رتبه معاوية ربي معاوية كان هلوله من ولده الموسات الراكتين حتى يناديه حمل اللبوت منادي اللبان توكو من السماء سمرة يريد جابر كن نفرة بذلك المنادي اللبان سنت من السماء سمرة علي علي نتفر أي طيب علي نتفر أهج أنه ينادي علي كن نل اللبان سمرة نل اللبان اخرجوا مع فلان يجول على اللبان بيا يا نمه معاوية كان اللولو راف من معاوية كان الدنيا ترى دي فما معاوية كان اللولو راف بيا مع فلان إبال وجن وان النجوه التي يدد لك كان الركفلت راف. يقول جابر جابر نجا هذا تأويل هذه الآية ونهيك آية كاناتي حتى يأذن لي أبين سني أبين أمين يجو علي يجو هايا. يقول جابر برا كلمتي كانت تفسير فقوك أنا فسرتي أيضا قرتي واي على لعنة الله للظالمين فقرتي أبا بكري ومرفع كسي فسرت بي هايا ليو كان كسماري تكو يو قرتي نبيه الجزيران قد يفت أنا شخص أول من أدخل التشيع هالجي كذبت نيروبي الأنتوري درنما عقيداتنا بيسان كيستي قد دابيتي أبا بكر وعمر لعنة الله عليهما جاء دبتكت كذي هذا سومالي لا الجزيرة وان كان أول باستي كسي هاسو سيستي مصيبة هج أستجر لين كجابة هنت هاسو سيسا. طيب شخص صومالي عبر الزوم مباشرة ينضم معنا الشيخ فارج إبراهيم أو فارح إبراهيم عفوا تفضلوا شيخ. أنا هذا الجزء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد فرجع عن أعداءه
الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا بقية الله الأعظم في أرضه القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ولعن أعداءه. يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: فمن حاجتك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أيها الأخوة والأخوات، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنيئا لكم أيها الأخوة والأخوات. أنا الاسم فارح إبراهيم شر عبدي الصومالي. أنا مسلم بكرة. أعيش من كينيا مدة طويلة جدا، أظن أنها هي 10 سنة أو 9 سنة. وأنا أول رجل أسس حسينية في هذه المدينة المسمى نيروبي. عاصمة كينيا. عاصمة كينيا 2014. وأنا استبصرت 2006 أو 2007. وهذه القصة التي سببت أن نكون ممثلا بمدرسة أهل البيت عليهم السلام هي قصة طويلة جدا، قصة استبصاري وتحولي من مذهب محمد بن إدريس الشافعي إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام هي قصة طويلة جدا. وأسرتي هي أسرة شافعية، هي متصوفة تنتسب إلى عبد القادر الجيلاني. ولكن حقيقة هذه الأسرة خاصة أمي هي كان محبة لأهل البيت عليهم السلام، وهي قصيدة أو نشائد هي تمدح كل وقت سيدة النساء العالمين فاطمة الزهر البتول صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل استبصاري أيها الأخوة والأخوات، كنت صوفيا متطرفا إلى حد، وكنت أكفر الوهابية من أجل تجسيمهم وقتلهم الأبرياء وتشريدهم الأمة المحمدية وقتلهم بأهل التوحيد والعياذ بالله. إلى بداية عام 2006 عند الحرب بين حزب الله والسهاينة كنت أتابع وأتفرج قناة المنار التابعة لحزب الله. كنت دائما أشاهد خطابات سيد حسن نصر الله فتحققت أن الشيعة هم الذين يمثلون الإسلام الأصيل المحمدية، وأنهم الذين قال الله سبحانه وتعالى وإن يعتقد أن الذين قال الله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بهذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شيئة رجال ما ستكلم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأنهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق أمير المؤمنين ويعصوب الدين وابن عم المصطفى علي صلوات الله وسلامه عليه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وأول رجل نافق بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حققت أنه عمر بن الخطاب لعنة الله عليه وعلى أجداده. حقيقة أيها الأخوة والأخوات، ولقد حفظت القرآن الكريم ورأيت أن الولاء والبراء أساس للإيمان، واستفدت حقيقة الكثير من مطارحات مولانا وشيخنا الشيخ ياسر الحبيب دام الله ذله الوارث. وكانت هناك مسائل دائما تحيرني ولكنني كنت أتجاهلها،
مثل قضية مظلومية الزهرة سلام الله عليها وجلالة عمر بن الخطاب لعنة الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما فعله عثمان بن عفان من ظلم الصحابة وإهمال أهل السنة أهل الخداعة والخيانة والكفر والنفاق بتعاليم مذهب العترة عليهم السلام، التي هي إحدى الثبلين وغيرها من المسائل الخلافية الكثيرة، حتى إنني في يوم من الأيام كنت مستعداً للمناظرة قبل سنة مع أحد الوهابية لأمر عائشة. لهذه المناظرة هي وقعت ثلاث مرات. أول مرة تكلمنا برسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وما يعتقدون بممثل مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذه الآخر تكلمنا صنمي قريش كأبي بكر وعمر لعنة الله عليهما. صنمي قريش أبان بكر وعمر أبوتي قريش. كنت مستعدا للمناظرة مع أحد الوهابية لأمر عائشة وحفصة. آسف، حقيقة إنني لا أملك كاميرا، ومع ذلك إن هزموا للمناظرة أظن أنها ساعة ونصف هذه المناظرة، إن هزموا للمناظرة معي وحذفوا التسجيل، وهذا الوقت ليس لكاميرا، أثبت لكم أيها الإخوة والأخوات وأيقنت لكم من لم يتبرأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ليس له إيمان. واشتغلت ببحث أما أظهرت في الأغابة أكنا يعني شخص صومالي عبر الزوم مباشرة يضم معنا الشيخ فارج إبراهيم. ما كان هنا لما صومالي ويدين صومالي لما صوماليت أستر يقول أما قاعد بدون ديم ديمتي أما سيدا ما وانجر أما كنوا علي بابكري مالي بابكري عمري بعثماني بحفصة لعنة الله كذا يلا سنمين جاي حقريش ما ورد رسول الله جاي يبرا أنت تعرف تكون نجني أكنا جاي. طيب إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولدي حتى ينادي مناد من السماء يريد علي أنه ينادي أخرج مع فلان. يقول جابر هذا تأويل هذه الآية وكذبني كجبه. كانت في إخوة يوسف أيني وان علي دي في إلماني ساهنا سويتو لمن علي وآيب ولي يوسف كيست أيني بوته. طيب أسمة الآن إن شاء الله أنا ديم وجرتي أنا بيجا كأني في دنيا بيجا تاني سنة تللي بكل شو في دنيا ربنا بكل أشيء وكويس أجرا الدنيا لما مسألة نما تيرون نجابات كسلا سايا دنيتي نمون دم مسألة تيرو بربا دكابري ومسألة هيرون جابات بيجا كبريو تبي كيسين جرتو الدنيا عالم الدنيا بوتو كيسات تورك كبري كبرو شيء آخرنا وركنا لبسو كمالي قرتي وجزو تتفيد تقولي جرت الدنيا أما ربي سانو قدسين جنة من الجزيرة تقول باسني إلى معلومات فتنة أما قرتي جاهلي تقاسي وتملاوان قريب صح الله وما تلبجين الرؤل بيها زين وما قدس يا قريب نمات يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجت ولا نقبل أجمعنا علمي في رقعة كيس سنة ربنا واتيزو دعاء إسكالة طولا توفيق ربنا معنا يا رب الوفاق جنة خرا خير دا خرا سر تيجي طولا أكسي بارك الله فيكم. زمان كان جوري نما بكتك نجرو كجوري بيقول نما بالله بكتو جرا جوري بكتو جرو هو واحد دوري ما هيدو فورا خير سراب بتا شر است قسم غرابا خنا مربيني فتنات هذه جنان الله سبحانه مطرمو خيسانيس ما جرتي
mata biraka yasanis numa jirti sin numa yati ana kitab baratani kitab sunnah baratani jala bitamum barbachisa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جاني ربي قد أتولى أكاسي إبدا سودا بجيتشا ربي قبرون انجرو شركي لتا أجل كي نمان تقولي وغنا ربي لغازا قلنا مجنة آية قرآن كي ستي إبدا سوداتون قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عزيب ايت ظاهره الان عذاب يوم عظيم ان عسيت ربي جاء يربي دي ان عذاب غيا قدات سودا كنجي ان عسيت ربي ددون ربي ددون معصيه ددون ابو يوطع عباده يجو عباده فنما عذاب سودا غود يجو رتي اهنكم ربي سوداتن عذاب ساتلن سوداتن طيب حديث كيسات تتقوا النار ولو بشق تمرتين نار جدلا ابدا سوداد ايات في القران كون قوتن سوجو شيطان حرام علينا ما يسا ولو بشق تمرتين جنات ميرا صدقاتو مال عباده عباده مت عباده عباداتنا ابدا سوداد غودا دايتو ودزني كون ظاهر ابدا سوداد دا عباداتنا غودا دا جچورتي كاجيل تشادزني حديث غيرت اين القران فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره فاتقوا النار سوداتني مال سودات كرمتا يچو سودات عباده دلغا يچو لان سودا غيرت بدات عباده دلغرت اين اكجابات نما كاجيل تشي جنن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون قوا أنفسكم وأهليكم نارا مالف صدى في جيش أفتي سر أما ذاتي بالذنب ذاتي لا يجب دائما أكام التشكيل ذات إبدا أكام التركاشاك إبدا غوتمت يسر تشيركي داجي يو سلا يبدأ جبرت شركي سلا جري كتيلا يبدأ يو جبرت شركي را يو يبدأ جبرت يبدتون قرتي وا وهي تنام على جوزاتي تيو أتي قرتي عليك يجو تي وا وهي تنام على جوزاتي تيو عليك يجو تي وانا كناسي كنا وانا جدي أمو وانا كناسي رد لا قرتي لا بدي جتة وانا كز جد وهي تاتي كنام نفكين ياف على جوزي نمكين قالي ونما قوسيس وانا كسيس لاغرتي تاتي ويارا دوبا ايوا بيت دهنا مبر بيت دهنا سوداد حي هناي ربي رب ما سوداد سنجدو سنو غرتا قالي غوتي بيت سوداد مال عباده سسي جي جبر اسمو قالي غوتي سوداد نجت مير بايي سوداد سوداد مال تلك عباده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدت أولا.